دلوقتي احنا في 10 حلقه من فير فاكتور اكستريم. في الحلقه دي ما حدش فيكم هيترحل من ارض الكرة. اللي بيكسب التحدي الثالث في الحلقه ياخد امتياز في اول تحدي في الحلقه ال11. احمد جالكم من مسافه كبيره جدا عشان يقف جنبكم ويشجعكم. اول تحدي معانا القفص اللي قدامكم ده 3 في 3 وليه بوابه، والبوابه دي مش بتفتح زي كل مره بمفتاح. المطلوب منكم ان انتوا تجيبوا عصايه عصايه من دول وتركبوهم في اماكنهم في البوابه. المفروض ان انتوا تلفوها لغايه ما توصل للعلامه الصفر. في جزء هتقدروا تطلعوا تاخدوا منه نفس وتنزلوا تاني. اول ما بتطلعوا من البوابه ودماغكم بتطلع بره الميه بتعتبروا نفسكم ان انتم خلصتوا التحدي. محسن ومهاب وعمر واحد منكم بس هو اللي هيقدر ياخد الامتياز في اول تحدي في الحلقه اللي جايه. انتوا اتنقلتوا للتحدي التاني. التحدي التاني هو ان دماغكم هتكون جوه العلبه الازاز دي، واللبن اللي قدامكم هيبتدي يتملي في العلبه واحده واحده. اكتر واحد فيكم هيقدر يستحمل جوه اللبن هو اللي بيتنقل للتحدي الثالث. في علم هيكون بين ايديكم، اول ما تشبعوا هتسيبوا العلم وتكونوا خلصتوا. واللي هيكون معانا في ثالث تحدي محمد وعمر، انتوا دلوقتي قدام ثالث تحدي. المطلوب منكم ان بعد اشارتي بتاخدوا العربيه وبتنزلوا من المقطوره، بتلفوا لفه وبتطلعوا وراها جري بسرعه جدا، ترجعوا تاني تطلعوا العربيه مكانها قبل ما المقطوره توصل للخط النهائي اللي هناك. الفرق بينكم ربع ثانيه. اللي اخذ امتياز هو عمر. وهشوفكم الحلقه اللي جايه وتحديات اصعب. جود لك. التحدي الاولاني بصراحه انا قلقان من قبليه بحوالي يومين. طبعا القلق دوت اثر عليا، مش خلاني عارف انام كويس. انا لو غلطت غلطه طبعا اخش على التحدي التاني، والتحدي التاني بيكون اصعب من التحدي الاولاني، والتالت بيكون اصعب واصعب. دوت بيزود من امر صعوبه جدا يعني. كل ما بوصل للنهائي كل ما بحس ان انا خايف اكتر، بتوتر اكتر، والتحديات بتصعب اكتر. بقى هدفي الحقيقي ان انا فعلا اتغلب على المخاوف اللي عندي، وان انا اقدر اوصل للنهائي، وان انا ان شاء الله اقدر اكسب الجائزه. انا اول ما جيت فير فاكتور كنت جاي عشان العب مش اكتر من كده. مع الوقت وخلاص انا قربت من الفاينلز ابتديت احس ان لا ممكن اكسب انا كمان. فدلوقتي انا هدفي ان انا اثبت ان البنات ممكن يوصلوا للفاينلز مش بس الولاد. مستعد جدا جدا نفسيا وجسمانيا الحمد لله، داخل بقوه كبيره جدا، وبعتبر ان التحدي بتاع النهارده هيبقى بدايه جديده غير اللي فات خالص. طبعا خايف ان انا اخش التحدي التاني، فعشان كده هبذل كل جهدي في التحدي الاول، فمتفائل جدا النهارده ان شاء الله. اول ما جيت على الفي فاكتور كنت جاي زي فسحه اغير جو وخلاص. طبعا هدفي اتغير 100% لان انا دلوقتي وصلت للمرحله الاخيره اللي هي ال11، وربنا يسهل. انا في الحلقه اللي فاتت كنت كسبت التميز، فعليا مش عايز اعرفه قوي عشان ما احطوش في الحسبان. فانا دلوقتي جاي واكن ما فيش اي حاجه، وهقدم اقصى حاجه عندي اولا واخيرا. النهارده بدايه النهايه، بقى لكم حلقتين بس على البرايم ال13 والاخير، واللي في نهايته هنعرف مين فيكم اللي قدر ان هو يتحدى خوفه للنهايه، واكيد هو اللي هياخد ال50,000 دولار اللي جاي عشانها. الحلقه اللي فاتت والتاني مره كانت حلقه استثنائيه، بمعنى ان اللي كان بيكسب هو اللي بيتنقل على التحدي التاني والتالت، واللي منكم قدر ان هو يتحدى خوفه هو اللي هياخد امتياز في اول تحدي في حلقتنا النهارده، وهو عمر. حلقتنا رجعت تاني لطبيعتها، وده معناه ان اللي هيكسب منكم النهارده هو اللي هيتعافي من باقي تحديات الحلقه، وهم 2 بس. زي ما انتوا عارفين ان تحدياتنا مخيفه مرعبه، وعلشان كده دايما بيكون معاكم
شخص عشان يشجعكم ويقف جنبكم. والشخص اللي معانا النهاردة برضو من فريق الحياة، جالكم مخصوص علشان يقف جنبكم. خلينا نتعرف عليه. فاركو ايه؟ سالي ازيك يا شريف؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك شريف. لان احنا في ارض الخوف، انت برضو كنت في ارض خوف مختلفة شوية، كنت في رام الله وسط القنابل والحرب والضرب والناس بتموت قدامك. بيبقى في قواعد وبيبقى في قلق جدا لانه في مخاطرة، داخلة وسط ضرب نار، لكن في الاخر عندك ميشن زي اللي انت بتعمله بالظبط. عندك ميشن، انا مركز في الميشن عشان لو بصيت حواليا مش هكمل. طب لما كنت بتلاقي قنابل حواليك كنت بتعمل ايه؟ ببص في الارض، بعزل نفسي تماما عن اللي بيحصل وببص في الارض وافضل ماشي لغايه البوينت الخط الاصفر بتاعك ده، عشان ده اللي انا هقف اخد منه الشط. طيب يا شريف احنا في ارض الخوف، هنوريك خوف من نوع تاني، خصوصا ان انا عارفه كمان انت بتخاف من المرتفعات جدا. خلينا نتعرف على اول تحدي. التحدي الاول، اكيد طبعا بعد اللي شفتوه معانا قادرين تتوقعوا ان انتوا هتكونوا مكان الحديده دي. هتكونوا على ارتفاع 60 متر، هيتربط على جسمكم 4 صناديق من هنا لغايه الركبه. المطلوب منكم ان انتوا تفتحوا الصندوق الاولاني، هتطلعوا منه مفتاح تفتحوا بيه الصندوق الثاني، هتطلعوا منه مفتاح تفتحوا بيه الصندوق الثالث، هتطلعوا منه مفتاح علشان تفتحوا اخر صندوق وهو الصندوق الرابع، هتطلعوا منه علم بترموه وبكده الوقت بيكون واقف. اكيد اللي انا بقوله ده سهل قوي، فعشان احنا في فاكتور اكستريم ارض الخوف انتوا هتبقوا متعلقين من رجليكم وراسكم لتحت. اكيد طبعا في تايم ليميت او وقت محدد، وهو 3 دقايق بس. لو المفتاح وقع منكم بنقدر نعتبر ان الوقت كده انتهى. عمر، بالنسبة للامتياز انت ليك 10 ثواني خصم من الوقت اللي انت هتعمله. الحمد لله. وكمان في امتياز تاني، هو ان انت هتطلع اول واحد من بين المشتركين دلوقتي. بس عايز اقولك على حاجة بسيطة، هنا في طيران كتير، فلو لقيت طيارة معدية بس خد جنب كده شوية. ربنا يستر. اول واحد بيبقى عليه مسؤولية كبيرة ان هو ما شافش حد خالص بيعملها قبليه، في خوف رهيب جدا عشان هو على ارتفاع 60 متر، يعني حوالي عمارة 20 دور، والواحد كمان هيبقى متعلق مقلوب. انا عندي 10 ثواني بس مش هحاول احطهم في دماغي عشان يعني ما يخلونيش مثلا اتباطأ او اي حاجة. طلعوه. حاجة عمر، انت شغال كويس.
هو سمعنا اساسا. فعلا الارتفاع رهيب رهيب. التحدي معتمد على قلب قوي جدا، الواحد ما يخافش، عشان دوت اكتر حاجه الواحد بيواجهها فوق الخوف. لو قدر يعدي دوت كل حاجه تانيه ممكن تبقى سهله. حاولت على قد ما اقدر ان انا اكتم خوفي، الحمد لله انا راضي يعني عن ادائي. الدنيا بالمقلوب بقى شكلها عامل ازاي؟ والله يا الدنيا من اولها، من اول لما نيموني كده وانا بدات اخاف، انا كنت فاكره بقى هيوقف في النص مثلا في الاواخر، لقيته مكمل للاخر. خلاص الرعب بقى يعني وصل للماكسيمم، وبعديها يروح ساحب بقى. هي الصحه هي اصوات فوق عامله ازاي؟ لانه لا انا مش سامع حاجه، انا فعلا كنت هشك ان انا مش حاسس يعني... اصلا سمعت 3 2 1 بالراحه جدا. خلينا نشوف المشترك اللي بعد عمر. عايز احصره. خلينا نشوف النتائج. خلينا نشوف المشترك اللي بعد عمر. محمد ساعات مجينا في الفاكتور هو ما عملناش اي تحدي في 60 متر، كان اعلى حاجه عملناها 27 متر، ففجاه نوصل ل 60 متر دي نطه عاليه قوي طبعا، وانا اساسا بقلق من الحاجات العاليه قوي كده، هو يعني عمري ما طلعت على حاجه عاليه وسايب نفسي في الهواء. طلعوا ابيض، كل ده ارتفاع، شايف الارجنتين كلها. الاخيره اهو. عمر جاب ازاي؟ جبته ازاي؟ انا عمر اكبر محسن، فاضل لك اقل من دقيقه. يلا بعيد قوي. عمل كويس، في كويس عمل كده والله. عايز تخلص منه خلاص، ما هو بيحاول اهو لسه. ايهاب، ايه يا بسنت؟ ايه يا بسنت؟ غلط طبعا. لما تزعق اولا ما تزعقليش، اولا غلط اللي عملتيه، اولا ما تزعقليش، مش معقوله يعني. انت مالك انت يا كويس؟ ايه انت مالك انت مالك انت انت مالك؟ خلص بقى، اسكت يا ايهاب، انت غريبه قوي. بس يا جدعان احنا مش صغيرين. بس طلعني، عايزه اطلع الولد من المسابقه وعايزه اخسره. في ايه؟ بيعمل أيوة كده، بيعمل كده، ما عملش كده. هو عارف ازاي كويت، هو عارف ازاي كويت، ما عملش كده، بيعمل كده. مثلا يا احمد هم شايفين يعني صعبه، يعني صعبه، لا يعني صعبه. وانت مالك انت بتدافع عنه ليه؟ انت مش فاهم بقى. انت اللي عمال بتعايز تطلع مصافحه قدام الكاميرا. في ايه يا ايهاب؟ دي ولا ايه؟ مش ما تشتمش يا ايهاب. صوتك بيعلى ليه؟ صوتك بيعلى ليه؟ انت اللي بتعايز تطلع الصبح، ما تشتمش احسن لك، عشان انا ماسكه نفسي. دي تاني مره تعمل الحركه دي. خليك نفسك، ما تجيش دعوه بالبيت. وانت مالك انت؟ ما تخليك انت كمان في نفسك. محسن ما قدرتش تفتح اخر صندوق ولا ترمي العلم، ف
فكرت تنسحب وانت فوق؟ لا ما فكرتش بصراحة. لا. انا لحد وانت بتعدي سمك وانت بتعدي 10 9 8 عمال احاول والله، بس يعني حاجه ما قدرتش اعملها خالص يعني. فضلت لحد اخر ثانيه عمال احاول اعملها بس ما عرفتش. السؤال ده عشان ايهاب وبسنت كان عندهم اختلاف وجهات النظر اذا كنت انسحبت ولا لا. و ايه رايك يا شريف، بتفكر؟ انا ما بفكرش غير في الارتفاع. يظهر المساله فيها صعوبه ثانيه لما تطلعي فوق، يعني احنا هنا بنبص على ان المساله فوق بس هي اصعب، فهو ده اللي لفت نظري وانه حاول. لا لا يعني انا مش هحاول. خلينا نكمل مع ايهاب. انا حاسس بغضب شديد، ان طبعا مش عايز اتقل التحدي التاني نهائي، فهعمل كل اللي اقدر عليه، احاول استخدم غضبي بطريقه كويسه واعدي التحدي ان شاء الله باذن الله. برجف فوق عشان بس كان عندي غضب زياده، والحمد لله اعتقد ان انا طلع الغضب كله مع النزله الجميله اللي نزلتها دي. خلينا نشوف باسانت. التحدي انا كنت فاكره خلاص مستسهلاه، بس البوكس الرابع ده صعب ان هو يتجاب، فهو ده يبقى الفكره كلها بقى اركز ان انا احاول اجيب البوكس الرابع في اسرع وقت عشان ايهاب عملها وعمر متهيألي ال 10 ثواني هيفيدوه، فهو اوريدي هيخش. فدلوقتي بنافس ايهاب على المكان التاني. غالبا بقى لما طلعت في الهواء الادرينالين دخل في الموضوع. انا ما كنتش خايفه، انا بس كنت متحمسه قوي اول ما طلعت عشان انا كنت محتاجه اكسب السنتي. خلينا نشوف باقي معانا اتنين، معتز ومهاب. يلا يا مهاب. متوتر جدا، بطني وجعاني بصراحه من ساعه تحدي اللبن لسه، فخايف القفله على بطني مع الشقلبه ما اقدرش اعملها. اتفضل يا مهاب. تجربة مخيفة جدا، مرعبة، عايزة هدوء أعصاب، ان انا افضل مرخي جسمي تماما مش ادوش خالص عشان اقدر ادي الطاقه كلها للدفعه الاخيره. باقي معانا معتز. طبعا انا اخر واحد في التحدي ودخت من الشمس، بس هو الارتفاع هو مخيف جدا. ان شاء الله انا احاول افك الاربع صناديق، هيبقى المشكله بس توقيت، هيبقى في الوقت بس، فربنا يستر ان شاء الله ونخلصها على خير. طلعوا
احساس جميل الواحد يبقى طالع على 60 متر مش عارف هو يعمل ايه بالظبط. البدله هتموتني، انا عامل زي سبايدر مان، افك الصناديق وانزل زيه، ده لو نزلت عايش يعني. خلينا نشوف النتائج. محسن اكيد انت عارف انت الوحيد اللي ما قدرتش تفتح الاربع صناديق، فاكيد هنشوفك في التحدي التاني. ايهاب خدت وقت كبير عشان تفتح رابع صندوق، فبرضه هنشوفك في التحدي التاني. دي وقت 58 ثانيه. عمر الوقت خذلك لانك عملت 55 ثانيه، ولو نقصنا منهم 10 ثواني بقوم 45، ف حتى الامتياز ما قدرش ان هو ينفعك، فانت برضو معانا في التحدي التاني. باقي واحد بس هو اللي هيكون معانا في التحدي التاني، والتلاتة جايبين 23 ثانية، لكن الفرق هو اعشار الثانية. بسنت عملتي 23 ثانية فاصلة 37، فانتي مش معانا في التحدي التاني، وكان ليكي أفضل أداء على كل الرجالة دي. مهاب كمان 23 ثانية لكن في بوينت 7، عشان كده انت تعفيت من باقي تحديات الحلقة. معتز عملت 23 ثانية فاصلة 97، يعني قول مستر 24 ثانية. بشكرك يا بسنت، بشكرك يا مهاب، واشوفكوا الحلقة اللي جاية وتقدروا تتفضلوا. شريف ما عملتش التحدي ده لكن لسه قدامك تحديين. ما احنا اتفقنا اول مرة بس افهم ايه اللي بيجرى. هنشوفك في التحدي التاني. معتز، محمد، عمر وإيهاب، التحدي بقى أصعب، مفيش فرصة للغلط، عددكم قل والمنافسة أكبر بكتير. هشوفكم في التحدي التاني. Good luck. التحدي التاني بيرعبني اكتر من التحدي التالت، رغم ان التحدي التالت فيه واحد بيترحل عن مصر. فعلا خايف جدا جدا من التحدي التاني، مش متحضر نفسيا لان اخر تحدي تاني انا عملته والتحدي اللي قبليه حصلت لي شويه تضررات نفسيه وجسديه، بس متحضر برضو نفسي ان لو ما عدتش في التحدي التاني ان شاء الله هبقى قوي جدا في التحدي التالت. لسه بقول لزمايلي ان انا منافس قوي جدا ومش معادي دلوقتي ان انا امشي. مش هي دي الحلقه بتاعتي. المنافسه فعلا بقت على اقصى حاجه، ان شاء الله ابقى قدها وهعمل اقصى ما عندي. انا استهونت بزمايلي التحدي اللي فات لكن مش هعملها المره دي، وفعلا هبذل اقصى ما عندي على قد ما اقدر. التحدي التاني انا متوقع ان هو يبقى حاجه مقززه، مش عارف ايه هي بالظبط لكن ربنا يستر. التوتر والقلق موجودين لكن بعتبر نفسي انا كسبان ان انا شاركت في التحديات دي كلها، وان انا كسبت منها خبره كبيره جدا وفادتني انا شخصيا في حياتي. صراحة التحدي التاني هيكون أصعب بكتير، لأن أنا داخل دلوقتي مع ناس أقوياء جدا في المنافسة. أنا مش عارف بصراحة أنا هعمل إيه، يعني لو ما نجحتش في التاني التالت هيكون أصعب وأصعب، فهيزود المهمة صعبة جدا عليا، فربنا يستر. أنتوا الأربعة
ما قدرتوش تعدوا من اول تحدي في حلقتنا ال11 من فير فاكتور اكستريم ارض الخوف. وزي ما انتوا عارفين كل واحد فيكم بقى عنده امل اكبر انه يوصل للنهايه ويوصل لجائزه $50,000. وكل واحد فيكم عارف كويس قوي ان الغلطه الواحده هتكلفه كتير قوي. التحدي التاني في حلقتنا مختلف ومميز وجديد. شيف بيرو محضر لكم خلطه سريه سحريه لطبقكم اليوم. دول 20 تفاحه حمر. دي طبخة مختلفة. أنا عارفة أن أنتوا دايماً تبقوا قلقانين، لكن خلطتنا المرة دي أكيد هتعجبكم. مع العشرين تفاحة هنضيف إيه ده؟ يا نهار اسود. هايل هايل. دول ثلاث ضفادع لازم يكونوا طازة وأكيد لازم يبقوا صحيين وريحتهم تجنن. معاهم هنزود من أحلى الأسماك، سمك تعبين بس لازم يبقى بلدي. وزي كل مرة الشيف بيرو لازم يزود كمان حاجة. ايه ده يا نهار اسود؟ احلى حاجة في اي طبق الالوان. عندنا الاخضر، عندنا الاحمر، عندنا اللون الزيتي الغامق. فدول مجموعة من التعابين الخضرة عشان تحلي شكل الطبق. لكن اكيد كمان الطبق ناقصه حاجة كمان، وهي النكهة الاساسية في طبقنا النهاردة، وهي ايه تعبان البوا. المطلوب اكيد دي فاضيه، مش عايزين يجيلكوا تخمه برضو. التحدي ده مرتبط بالتفاح، مفيش اسهل من كده. عندكم 20 تفاحة مفروض تنقلوهم من الصندوق اللي قدامكم ده، من بين الخلطة اللي احنا حطيناها دي كلها، للبوكس الفاضي اللي هناك. أقصى وقت هو 2 دقيقة. لو حد لمس منكم الصندوق الإزاز هيتخصم له 2 تفاحة من اللي لمه. وأكيد طبعاً عارفين وسيلة النقل، ببقكم مش بالإيد. حاسبكم انتوا بقى مع طبقكم وانا مع طبقي. عيش يا سالي عيش. خلينا نشوف مين اول مشترك، هنختاره عشوائيا علشان يبدأ بتاني تحدي في حلقتنا، وهو جميل. التحدي التاني دايما بيبقى لعبتك وخبرتك فيه كبيرة. يلا. الموضوع فيه رهبة كده، الواحد مش عارف اول ما يبدأ هيعمل ايه بالظبط. هل لو حط وشه ممكن حاجة تحصل من التعبين. جو. ايه ده؟
ثلاثة اثنين واحد الوقت خلص. طبعا لما سالي قالت لي جوه انا حطيت وشي كله في المايه، عايز امسك اول تفاحه ومش عارف ممكن اذا كان في تعبان هيتنرفز مني في المايه عشان انا ممكن اعضه او هو بقى اللي يعضني. كان احساسي طبعا مختلف تماما، ان انا اول مره وجها لوجه كده التعبان يكون انا وهو قصاد بعض. معتز جبت 17 تفاحه في دقيقتين. وانا تحت كده بعضيت تعبان او تعبان عضني مش فاكر. مش فاكر اذا كنت انت اللي عضيته ولا هو اللي عضك. او انا عضيته. واضح اللي شفته هنا خلاك تفقد التركيز خالص. شريف. نعم. قلقان ولا ايه؟ لا، في فرق بين قلقان وقرفان. قرفان؟ اه. من ايه؟ ما فيش حاجه خالص. انت مش شايف كم الالوان؟ جدا، شيء لوحه. ايهاب، ده دورك. فعلا انا؟ اه فعلا انت. جو. ثلاثة اثنين واحد خلاص يا إيهاب. تقريبا واضح ان انا عندي مشكلة مع التعبين او التعبين بقت نحس عليا رغم ان انا بخافش منها خالص. تاني مرة اواجه التعبين في تحدي تاني، بس انا عايز اقول ان المشكلة الوحيدة كان ان انا احاول ان انا امسك التفاحة بسناني في الوقت اللي هي فيه بتعوم على وش المية. إيهاب جبت 14 تفاحة، معتز جايب 17، ده معناه ان انت معانا في التحدي التالت، وهنشوف محسن هيعمل ايه في التحدي التاني. اول مرة فعلا فير فاكتور اخش تحدي فيه تعبين، وانا اساسا ما بحبش التعبين. طبعا انا داخل وقلقان، انا هحط راسي ازاي وهعمل ايه. لبست النضارة وبصيت كده في التعبين اخر بصة هبصله. جو. فاضل 30 ثانية. ضيع تفاحتين. التحدي بصراحة كان صعب، ما كانش سهل يعني، التعبين ديت كانت مخيفة جدا. 18 تفاحة في وقت أقل من معتز وإيهاب. لغاية دلوقتي يا محسن أنت أفضل واحد من بينهم، برغم أن أنت ضيعت على نفسك تفاحتين. خلينا نشوف شريف هيعمل والله إيه. كنت حاسس أنك هتعملي الحركة دي، والله العظيم أنا كنت متأكد أنك هتعملي الحركة دي، بس كذبت نفسي وقلت إحنا شغالين في القناة واحدة. هنا مفيش، هنا مفيش وطة، مفيش زمايل. والله العظيم أنا كنت حاسس هنا أرض فوق يا شريف. جو يا شريف. انت عملت ايه يا ابني؟
15 ثانية يا شريف. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، خلص وقتك. شريف طعم التعبان كان إيه؟ هي مشكلة فعلاً في إنك تملكي التفاحة. الزنة تحت هي بتشوفي التعبين بجد. كان شكلها حلو؟ ده اللي مقرف شوية. شريف جاب 12 مخصوم منهم تفاحتين عشان مسكت البوكس. عمر دلوقتي إيهاب ومعتز أكيد معانا في التحدي الثالث. يعني أنت بتنافس محسن. محسن جاب 18 تفاحة في أقل من دقيقتين. قدامك يا إما تجيب 18 تفاحة في وقت أقل من محسن أو تجيب تفاح أكتر من اللي محسن جاب. يلا يا عم. خايف بصراحة من التعبين شوية، مش عارف بقى هتعمل إيه، قلقان منها، أول مرة بصراحة واجه التعبين، فكل ده واتحط عليا بريشر رهيب إن أنا هخش أتنافس في أرقام، يعني مفيش حل غير إن أنا أجيب العشرين. جو يا عم. عمر عادي. ثلاثين ثانية. عمر جبت كل التفاحات. لتاني مرة المنافسة بتبقى بين محسن وعمر، وعمر هو اللي بيوريك يا محسن. عمر انت تعافيت من تالت تحدي في حلقتنا الحمد لله، واتنقلت على الحلقة الاتناشر الحمد لله، وقربت اكتر من النهاية. تقدر تتفضل. شريف بجد بشكرك جدا ان انت يعني عملت التحدي ده. انا بفكر دلوقتي على فكرة، يعني انا كنت فكرت ما كنتش عملته، انا بفكر دلوقتي انا عملت الكلام ده ازاي. وهنشوفك في التحدي الثالث. ومعتز ومحسن وإيهاب دخلتوا مرحلة الخطر اللي منها واحد فيكم هيترحل من ارض الخوف. بشكركم واشوفكم في التحدي الثالث وجود لك. دلوقتي انا بستعد للتحدي الثالث والاخير، وطبعا التحدي الثالث ده معروف انه بيبقى خطر جدا، مش عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، سواء اذا كنت هكسب او هخسر، بس الهدف اللي انا جاي عشان احققه هو مش الفلوس، هدفي فعلا انا اكتسبته ان انا شاركت باكتر من تحدي، وكل تحدي نما فيا حاجه جديده في شخصيتي انا ما كنتش اصلا اعرف حاجه عنها، فده بالنسبه لي اعظم شيء في حياتي. كان عندي مشكله هنا قابلتني ان انا اكبر واحد من المتشاركين، محمد هادي كان بيواسيني يعني في تحدي من التحديات اللي انا ما عدتش فيها كانت تحت المايه، وقال لي معلش برضو ايهاب هو انت عشان سنك برضو فاكيد نفسك مش زي نفسنا وحاجات زي كده. الجمله دي استثارت جوايا مشاعر غضب جامده جدا. انا فعلا داخل على 33 سنه، بس انا بقول لمحمد ان انا مش عجزت، انا لسه صغير، عندي لياقه بدنيه بتاعه واحد عنده 20 سنه، وانا وانت ومعتز في التحدي الثالث
ونشوف مين فينا اللي هيعدي. داخل على التحدي الثالث صراحه مش قادر اتوقعه، احنا دلوقتي في مرحله 11 يعني هيكون من اصعب التحديات. داخل معايا ايهاب وداخل معايا معتز. انا ومعتز بصراحه من اول التحديات بنخش الثلاث مع بعض، ساعات هو بيكسبني وانا بكسبه. ايهاب اول مره يخش معايا التحدي الثالث، فمش عارف نظامه ايه، بس ماشي. انا هوريك ايهاب وهوريك معتز. انا محس التحدي الثالث هو، والله انا كنت متخيله ابني فعلا. بعد ما فشلتوا في التحدي الثاني وصلتوا دلوقتي التحدي الثالث في الحلقه، والتحدي الثالث هو العربية دي. هتكونوا راكبين في المكان المخصص للسواق، ايديكم على الدركسيون، وهتنزل تحت المية. بعد 10 ثواني في نور هينور. اول ما النور ينور يعني الوقت بدأ، يعني مطلوب منكم ان انتوا تفتحوا الباب اللي جنبيكم، تطلعوا منه وتروحوا على الباب اللي ورا من الجهة التانية، مش الباب اللي وراكم. هتفتحوا الباب هتلاقوا الطفل، هتاخدوه وتنقذوه وتعوموا لغاية العلامة السوداء وتحطوا عليها الطفل. ساعتها بينتهي الوقت. قوانين التحدي بتقول انه ممنوع تطلعوا برا المية تاخدوا نفس خالص. عندكم حالة واحدة بس تاخدوا منها نفس واحد. في مساحة في اخر العربية عند البيبي تقدروا تاخدوا منها نفس واحد. ما ينفعش تطلعوا البيبي من غير ما تفكوا له حزام الامان. اكيد في الكوارث اهم حاجه المفروض ان احنا نعملها ان احنا ننقذ الاطفال، فده يعتبر امتحان صغير تقدروا تعرفوا من خلاله انتوا ممكن تعملوا ايه لو حصل كارثه زي دي. شريف لسه معانا؟ يا دي شريف منورنا يا شريف، ده نور الناس دي ونورك والله. معاكم هتعمل التحدي؟ هتعمله عشان خاطركم بس بجد. والله خلينا نشوف اول مشترك هنختاره بطريقه عشوائيه عشان يبدا التحدي الثالث. ماشي يا ايهاب يلا. التحدي صعب جدا. اول مشكله فيه ان انا لازم ابدا بعد 10 ثواني من نزولي تحت الميه، يبقى كده خسرت اول 10 ثواني من نفسي. عمال الصوره تيجي في دماغي، هل هسافر هل هفضل مع اصحابي؟ انا داخل مع 2 اقوياء ونفسهم طويل جدا تحت الميه برضو، ولكن احنا وصلنا لمرحله خلاص I will do my best. حظي وحش جدا ان انا طلعت الاول، بس هعمل ايه، نصيبي. 3 2 1 go. المايه تحت ساعة شوية، حد فعلا أصعب حاجة فيه العشر ثواني الأولين بيمروا كأنهم سنة. مرعوب من النتيجة طبعا. أنا تخيلت إن ابني هو اللي في العربية من ورا، أنا بعمل ده علشان خاطر ابني. مش عارف فعلا هو ده كان إحساسي بالظبط. كنت مغرقه وأنت شايله، يعني لو ده بيبي كان مات من اللي أنت عملته فيه مش من المايه. طب والله أنا كنت متخيله ابني فعلا، ده اللي خلاني أنقذه يعني، وبهدلت نفسي بسبب الإنقاذ ده. أنا كده مش عارف. انت كده انت كده
الموديل ده ممكن يخاف على نفسه ممكن ما يعملهاش عشان طويله لا لا خلي بالك من نفسك اهم حاجه جمالك وفاهم وبشرتك اهم حاجه بقى بشرتك ايه رايك بقى خلينا نشوف مين اللي هيعمل التحدي بعد ايهاب يلا يا شريف ورينا عادي انا هخلص واجي على طول المايه ما بتقلقنيش قوي انا بحب المايه يمكن دي الرياضه الوحيده اللي بلعبها بس ربنا يستر ما اكونش بنق على نفسي يلا خلينا نبدا 3 2 1 جو البرنامج ده حلو قوي على فكره لانه it brings the unexpected انا كنت متوقع ان انا هعمل الجيم ده بسهوله قوي لان انا بحب المايه حتى اللي انت متاكد انك هتعمله ممكن ما تعرفش تعمله انما التعبان ما كنتش ممكن اتخيل ان انا احط وشي في وش تعبان ولا في مايه سقفوا على ايه بطل سقفوا على ايه ايه شريف ده شرفنا يا شريف وعماله بشجع شرفت نزلت المايه تمثيل مشرف على طاره المنتخب نزلت المايه بس لا بصي انا اقول لك على حاجه المايه ساقعه جدا والنور اتاخر عليا فطب علي اجي على نفسي 10 ثواني ما اتاخرش اجي على نفسي ليه يعني لو موقف حقيقي انا مهم بالنسبه لي اكيد هتصرف افضل عامه انت طمنتهم وانا بطمنكم اكتر انتوا زي ما انتوا شايفين ان الجو بدا يبرد فالميه ساقعه قوي فخلينا نشوف محمد الجو ساقع دلوقتي فالميه هتكون برد فطبعا دوت بيأثر على النفس بطريقه كبيره جدا يعني فاللي نفسه دقيقه ممكن يبقى نفسه 20 ثانيه فهحاول اتغلب على الحكايه ديت على قد ما اقدر واكمل التحدي لحد اخر 3 2 1 منك يا معتز لدرجة حرارة المية وصلت 18 ولسه هتنزل اعمل كله تقدر عليه ان شاء الله لا هي اكيد مش سهلة بس لازم اعملها الاخر مش هطلع قبل ما اخلصها يلا يا معتز 3 2 1 الجو فظيع المايه ساقعه جدا تحت ومش عارف اول ما حبيت انظم نفسي قبل ما انزل ما عرفتش فنزلت تحت قلت ربنا يستر الحمد لله حاسس ان انا جبتها في وقت اسرع يعني حاسس وانا كنت عملتها بسرعه انت بتقول فهو دلوقتي هم مش عارفين انا ولا انت الاسرع يعني متقربين يا ترى مين اللي هيروح
مين اللي هيقعد. وصلنا لوقت الجد، واحد منكم هيترحل من أرض الخوف. محسن، أنت أخذت 21 ثانية عشان تعمل التحدي ده، وده كان أفضل أداء للمشتركين الموجودين. باقي جميل وإيهاب. معتز، التحدي أخذ منك 24 ثانية، وده بيخليك تفضل معانا في أرض الخوف. إيهاب، أنت جبت 29 ثانية، دي تذكرتك، ومع السلامة. شريف، نورت أرض الخوف، وكلمنا عن تجربتك بقى. لا بجد كل شيء غير متوقع، الناس بقى هتفتكر ان انا جاي وعشان اقول الكلمتين بس، بجد تجربة، فعلا تجربة كاملة غير متوقعة في كل حاجة. محسن وجميل هتكونوا معانا في الحلقة القبل الأخيرة، ما بقاش فاضل كتير، أو نفسكم good luck. دلوقتي وانا مترحل عن ارض الخوف، كل اللي في دماغي ذكريات الفتره الطويله اللي انا قعدتها هنا مع الناس اللي جت هنا والتحديات اللي انا خضتها، وطبعا انا سعيد ان انا راجع لاولادي وراجع لاصحابي، ولكن طبعا لازم يكون في حزن ان انا ما وصلتش للنهايه. انا وصلت فعلا قرب النهايه، ولكن كان عندي امل ان انا اكمل للنهايه خالص. التحدي الاخير ده مش واخده ان انا خسرت تحديات في حياتي او اخسر تحديات في حياتي اللي جايه، بالعكس كل التحديات اللي قمت بيها هنا في ارض الخوف ممكن تكون ادتني دفعه قويه جدا ان انا اكتشف حاجات جوايا جديده انا ما كنتش اعرفها. الحمد لله انا حاسس ان دلوقتي اقوى بكتير جدا، راجع اواجه تحديات حياتي سواء بقى في شغلي في عملي بقوه اكبر. حسيت في الفتره دي ان انا مميز جدا مع كل تحدي كنت بكسبه، حسيت في المراره جامده جدا ما كنتش بحس بيها قبل كده، لاني كنت عايش حياتي عادي من غير المكسب ولا خساره. ما كانش معادي دلوقتي ان انا امشي، ولكن ده نصيب وربنا عايز كده. انا ماشي راضي عن نفسي الحمد لله. جميع تحديات فير فاكتور اكستريم تمت تحت اشراف فريق متخصص، علشان كده بنطلب منكم جميعا عدم محاولة تنفيذ اي من التحديات حفاظا على سلامتكم.